أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بالعمل مطلقا أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. والمثال هو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة، أو فعيل أو فعل بقلة، نحو: أما العسل فأنا شراب. أي دسينا سر بحثيك أو بحث لواقع دا أجر دقته كربي بحثك عموما بفقية من جرانا ماستر بهر حال باعتقادم اشتيك باشتر بلان براستي مثلا اسم فاعل صفتي مشبهة كومالا تشيشان هي ك دبي اواني كدا تخوينا دقنا ايرا كانت جوان ورد وبن، والا مرتب لقل او تشيشا وقرفتاريا سلو كاريان دبيت استوي كما بو ايما يدلم من متنك في شهور ده دلم يعني توضيح لسنا دم شونك دم هي توضيح كما ولا سر شرحك بيدين. على اسم فاعل ضارب ومكرم أمش عملي أو فعل دكا كلي دروز دبيت أوي كلا السرفة إما إخوينين أوي كاسم فاعل لمضارع معلوم دروز دبيت جا قاعدة كشي خود مشخصة كلا السرفة أخوين لبانا مرتب لثلاثي مجردة وزنك فاعلة بلام لا غير ثلاثي مجردة لسر وزن مزارع كيتي منتهى بحذف حرف مزارع لجي حرف مزارع كميمي كي مضموم ما قبل آخر كي مكسور بكرت. وفرقنا كأم اسم فاعل مجرد بوكو ضارب يا أصلا مزيد بوكو تي وكو مكرم همان عملي فعل كي خويكات جادل. فإن كان بأل عمل مطلقة أو مجردا فبشرطين. أجر أم اسم فاعل دو صورة يا واقعا ألي بيويا اسم فاعلك داري ألا يا بي ألا دل أجر بألبو أتاوليتي مطلقة عمل لك مطلقة يعني بمعنى ماضي دبي بمعنى حال دبي بمعنى استقبال دبي اعتماد داتا سريتش اللي وشتانك بحسي دك أن يعتمد ندفت أصلا تفاوتك بحالي أو ناك فرقي كيني أبو حالي أو خلاص كلام عملي خويدك أو بيتشرشا زوت شاك أو مجردا فبشرطين. بلام أجر مجرد بلا أل بدو شرطة، أما منتهى أم دو شرطة ده بإهم بزاني بوتيا اسم فاعل وقتك بيه عمل كا وببي البيت بدو شرط عمل لك يعني شي ألي ردا ده بإهم وقفة بكين لم وقفة ده أم خالة مشخص كين ككاكي بدا اسم فاعل كي دو شرطي دوية بوتي دو شرطي دوية دو شرطي بو أوي دوية كوام مفعول منصوب دو شرطي دوية بوي مفعول بقريت أما يقضيك بو أوك عملي نسبة أنجام بدات دو شرطي دوية يك يا حال بمعنى حال بمعنى استقبال بكو أصلكي كواتيا فعلا يا واعتماده على الفن استفهام تاخوه لو يا اعتماد على سر الشمان اعتمادات يعني شي يعني تكيه جاي اسم فاعلك اما به وقت بال دا توانه بال دا توانه باستفهامه يا بنفيه مخبر عنه فرق يعني مبتدا جاي سفرغناك است مبتدا به يا بيشتر مبتدا به است ناسخي كي لسر به يا تكيه دا تسر موصوفك حتى زل حالش بان هيك كان يفرمو على كلها جا وقتك اسم فاعل ويستي مفعولك منصوبك ام دو شرطي دا شرطك اويك
دبي يا بمعنى حال استقبال بيا شتي دوم اعتماد على سير شيء ألمش ثانية واتا اسمي فاعل كبمعنى ماضي بيت مفعول منصوب ناكت أما قضيك وأبدأ بستم أوش تان أرسكم قصحات بيشوا لسرفة كإما ديخوينين دلين اسم فاعل لمزارع معلوم للجيري اسم مفعول لمزارع مسؤول للجيري أم قصق سيكا بنوعك جيغو بيغي خوي لنحو دا كردوتو باش بلام أم نكتب لين زريفة كظاهري أمر واي بو أتشت كجنابي سيبويهي برحمد به أو معتقد السرطاوي همو اشتقاق ما مصدر بلا واسطة استي ألم رأيش دا هر اسم فاعل تتو سر مثلا ما بواسطة چونك اسم فاعل لمزارع تجيري مزارع لماضي ماضي أمزاج تتو سر مصدر بلان بلاي سيبوي هو مستقيم لمصدر تجيري ظاهري أمر وام ديوة من لمراجعي كذا ولا شويني كذا وام ديوة بلان أم رأي آوهاتو كمزارعي معلوم سرچاوية بو اسم فاعل أم جا خالجك كزور زور زور جرينجا زور زور جرينجا أو دي إخوانين كلا اسم فاعل ده ما بست حدوثها ما بست تجددها يعني أو وصفة ك معناه مستريكيو ذاتي كي تدعي لاسم فاعل ده هم معناه مستريكي تدعي كفعلك هم لقل ذاتك أم حالتها حالتي كي بردوام نبيت حالتك بي بكري وتهاو بيت بتراني بدو ادا بيت انك حالتك كي بردوام بيت جا امجا اسمي فاعل وق اسمي فاعل اوا عبارتك كم جوريك جوام توجيبا اسمي فاعل وق اسمي فاعل اذا فناك برو فاعل اسم فاعل وكو اسم فاعل فاعل كي تدا مستتر كزميرة إذا فناك برو فاعل أجر إذا فكر برو فاعل بشكل شمائل دبيني اسم فاعل بوزن وزن اسم فاعل إنا لمعنى دا معني اسم فاعل نيو بلكو دبت صفتي مشبهة مثلا كتب لي زيد طاهر الثوب أعوى وخويني أما طاهر دروس ثلاثة وزن اسم فاعل بلام ليرا كندا إذا فكرا برو فاعل كخوي كثوبة تازة بلا بشكل شكل اسم فاعل هي بلا نوصفة مشبهة هي جابرك لأوزان هن كأوزان اسم فاعلا بلام لواقع دا بصفتي مشبهة أو أنا بلين لمعنى دا معنى دا كلينا عليه بو چونك حالتي بردواميان تدايا لو أنا صفاتي إخوي باري تعالى مثلا وقتك بالنسبة خداوة صفتك دا قتري أو صفتا لسر وزن اسم فاعل ايترتو باسم فاعل معناي ناكتو أي بصفة مشبهة مثلا بونمونا من دلم إن خوتا تماشى أسماء الله كان لآخرة تماشى كان خوتا علين يكلا صفتا كان ذات باري تعالى نافعة ضارة كأمانة بوزن وزن اسم فاعل يعني هي بلام لا معنى دا معنان باسم فاعل ناكدة بو چونك أما حالتي بردوامي لما دا هي جابوا برزان دبي أوش تبزانين كلا وصفك دا كمعناي بردوامي لأرادابو أو وصفة با
بلفز لسر وزن اسم فاعل جبه هر اسم فاعل صفتي مشبهة. مثلا تو دلي بفرض مثال بكر كافر، يا دلي عمرو مشرك، اما انا بلفز لفظ يعني اسم فاعله بلام لواقع ده او حالتانا حالة اسم فاعلين صفتي مشبها. بو تو چونك بكاس يك دلي كافر كوصف كفرك بوي ببيت حالتك هميشه، يعني هميشه بون هميشه كفرك لو ذات ده برج السبت جاء وكات ترفي لبيت كافر دعوة بصفتي مشبهة الأخوة. خو إيماني شهر بوجوريا كتوكت زيد مؤمن كبوزن اسم فاعلة خو دبيني كابرايك كفرزان وكو شعرون ليك أنا مطلبك دليه كمطلبك مطلب أهل إيمانا بلان آيا بو دبيتا مؤمن نخينا بيت بو چونك إيمان وات إزعانك بدل وباشان بيروي أو إزعانة قلبي أو يقين قلبي عملي صالح كركن إيمانا أو دبي بصورتك بردوام بيت جاء إنسان دبي مؤمن. شرك كحالتك ديارديكي خطرناك وقيزونا يا منافق واتا نفاق دوروي أمانة دبيني بيكرت كترف شتيك أنجام ددا بال أصل لا شرك جبه بال أصل لا نفاق جبه خوبو بينا بيت منافق خوبو بينا بيت مشتك بل كدبي وصفي نفاق وشرك لو ذات دا حالتي كي بردوامي ببه وكو چون تو دلي زيدون حسن الوجهي رخصار جوانية كبوي بوتا وصفك بردوام لقال يدي أبي أم كفرة أم شركة أم نفاقة أم إيمانة وصفك وحالتك بردوام بتيدا جابوا يا إيما أجر أم بابتان النزانين لتفسير كدني كومل آيات القرآن دا بحلا دارتشين وكو زور كس دوچاري حلبون وكو زور كس واقعا قلور بونوا سر مقلاتي عنداوا دوچاري أو دبين زور باش. وباسط زراعيه جواب ابو اراده اراده كلمه ودروز دبيت كتو دلي وقتك اسم فاعل مفعول منصوب كا دبي بمعنى حال بي استقبال بي دو ليره دا اسم فاعل مفعول منصوب كدو بمعنى ماضي شوك باسط زراعيه كلا شرح كذا توضيح زور تدلين كما داستاني خو أصحابي كاف أصحابي كاف أمن دا قديم خو نازلين كيا دي لحالك بمعنى ماضي شو مفعول شي منصوب كردو بمعنى حالو تكيلا وتسر مخبر عنه كوا كلبهما لبيا شوا بلان بمعنى حال نيو بمعنى استقرار جمولك بمعنى معنى ماضية يدل على حكاية الحال أو ما بس بحكاية حال حكاية حال شيا بلا شرحة كده بس يمكن خلافا للكسائي بابي شواني كسائي كسائي أم آتي كردوتا مستمسك بوغا كبلا أجا اسم فاعل أحيانا بمعنى ماضي جبه دكل عملي خويبك عملي خويبك يعني مفعول منصوبك نك أوك بمعنى ماضي بو دبهج عملك نك عمل لك فاعل مرفوع لك أوقتا إضافة كشك إضافة كرا برو فاعل إضافة كإضافة لفظيني وإضافة معنوي دادن درت أوش خالك كدبي بيزانين بلان اجر اضافه كلا برو مفعولك بمعنى حال يا استقبال جبو و او دو شرطي تي هات نجا اضافه ك اضافه تي لب لفظي لب اما قاعده ك كجون جو بيزانين و باشا و خبير بنو لهب على التقديم والتاخير اما جواب ابو ايلاد ايلادك اليره و بيداد بيت بو ايما ك بل ك خو توكتت دبيت تكية داتا سر يا بمعنى حالي أي استقبال بي يا تكية داتا سر نفي أي استفهام يا مخبر عنية موصوف يا أوانا دي لحالك خبير بنو لهبين كشعرك كلا شرحك دادت هو تماشا دكي تكينة داتا سرشتك وكاري خوشي كردو باشان دفرمي خبير بنو لهبين على التقديم والتأخير أو كاكا تقديم وتأخيرك لألا دايا يعني خبير خبري
مؤخر مقدمة بنو لهبين مبتدا مؤخرة أصلك بنو لهبين خبير أعوى باشان وتقديره خبير كظهير دوباره اشكالش كدروز دبيت اشكالك لو ادروز دبيت دي باشا خبر خبري مقدم وبنو لهبين مبتدا مؤخرة دوباره مطابقه روي نداوة شون بنو جمع ملحق بجمع مذكري سالم و خبر مفردة خدوية اللي كان دا مطابقتك إيجاد ببوايا دي لحالك أو دروز بوا كمطابقة دروز نبوا أو هاتو تبيش أو خبر لمفرد داوة عفو خبر بمفرد داوة لجمع خبر مفردة بنو جمع خبر لجمع تلاوة بمفرد دبيها خبر لجمع بجمع بدريت دي وادر ناتو أيضا في المكاكا وتقديره خبير كزهير تقدير كي آوايا خبير وكو زهير أوش لشرح كدا ديت إشارة بآياتي كاكا اللي ركان دا دكريت ك أم جورة وصفية بو جمع ومفرد ومصنع دخوة آوا بلان لنسخيج كدا أعوى هاتوا وتقدير خبير كزهير أما أم نسخي منه يعني من آيستي آيستي مجبور مزو جاران ششما ودزبه ويسي نسخم بيها آيستي بلا لهر سيشان دا وتقديره خبير كزهير أعوى بلا لنسخيج كدا كرتيك ديوما وتقدير خبير كزهير أعوى او اختشتك الجيادة بيتانا دبيت اشتيجيكا وتقديره نيو تقدير خبير كذا او لنسخيج كذا او هاتو وتقدير خبير كزهير على التقدير خبير وكو زهيد بياني تي يعني خبير وصف نيا وقتها بشكل شكلي وصفي هيا بس بشكل شكلي صفتي مشبهي هيا بلام لها قدها مسترة وكو زهير والملائكة بعد ذلك زهير يكيك لو مستراني كلاس وزني فعلة ظهيرة خبيري شروايا دي مستر إيه وقت أبو بخبر لازم ناك مطابقة بيته بيشو بو چون كمستر جامدة أم مطابقة كاتي ديته بيشو كمشتق بي إيسا كمستر مشتق نيا أماش جوابك قانا كنن دو باشان أماش خلافا للإخفشي ببيشوان إخفش دالي اسم فاعل بو عمل كنكي نيازي باعتماد نيا أقبو باشا نجوه إشكالي تاني والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة مثال واتا هر منظور في صيغي مبالغة صيغي مبالغة أويك تغيير خوار بي تاولي لبر خاطري مبالغة تغيير خوار بي لبر خاطري مبالغة لوزن فاعل راب بلا وزن فعال يا فعل يا مفعال بزوري يعني أمس يا وزن بزوري وزني أو زاني صيغة مبالغة وباشان يا فعيل يا فعل ببيه بقلة بكمي أربطة أماش بولم ليلة دانا باش كم نشرح حكاية لبيرمتي بيقومان دبي أمش تجبلين ك ام بابتانا بابتي صيغه مبالغه بابتي كي زوزو طولاني بربلاوه يعني اوزانه كاني هل امندنين لواقعده اوندنين يعني اوزانه كاني زياترن وبمراجع كدن بكتيه بسر في كان عموما مطلبك تاو روشن دبيتو انا بلان ليرا دا حلو بينج وزني استفاده كيلو اينا نا الاصلا لما زيادة للاقعدة زور باش وكو اما العسل فانا شراب استي شراب وزني مبالغة عسل منصوب كردو او اندشي مثال هنا وتو تاوبو اما متنا كتائلة النوع الثالث من الاسماء العاملة عمل في الاسم الفاعلي نوع سيام لو اسمانا كعملي بنوع عملي فعلا لمتعدبون لازم بوندا جهت با تسنية بي با جمع بي فرغناك وكو مثلا والذاكرين الله كثيرا با جمعهات يا والذاكراتي كما جمع يا هل هن كاشفات وضره فرغناك
أويك عمل لي وكو عمل لي فعل كان واسم فاعل زور مبارك وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته مش. كضارب ومكرم وصف كأم وصفة بيانجري فاعلة يعني دلالة كالة سر فاعل بس بما اسم مفعول تشيفي بده دلوه لو وصف كده هاو بشا بلان لأدال على الفاعل أما قيد احترازية واسم مفعول بهذا جون قال اسم مفعول ده دلالة لسر فاعل دلالة سر مفعول هي كواء الجاري على حركات المضارع والسكنات أما شيئا فعل دبات دلوه كجاري دبيت بسر حركاتي مزارع وسكناتي مزارع يعني مطابق دبي بو حركاتي مزارع وسكناتي مزارع زرت ساكا اماش فعل بيت ودروك وضارب ومكرم زر باشا جامزة ولا يخلو اما ان يكون بأل او مجرد منها لدو جور بدرني يا ام صفتا بألا يا بألا وام ألش كاليردا ام بحصي لكي كام بحصي يكين كهشتكي لنا فرمي أم الألي موصولية؟ شو كأجا ألك ألي تعرف بي أم حالو بس حسابي نا إلى قدا دبي تشتيش كلا قدا إتر أو شتيش كلا بي أو إتر عملنا كا أو تاو فإن كان بأل عمل مطلقة جافر ميا بيا بألا أو مجرد منها كبولت يا بأل دبيت فإن كان بأل عمل مطلقة أجل أم اسم فاعل بأل بو عمل لك بو مطلقي بو مطلقي ماضي أما تفسيرك يعني ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا ماضي بيا حال بيا مستقبل بيا أم اعتماد دي اعتماد شو قال لا اسم فاعل لا أجل ألي لسربو تهذا اعتماد ضروريني اعتماد نايم لبيش يا استفهام بيت مبتدا بيت موصوف بيت زي الحال بيت أما نناخوة تهذا نايم تقولوا جاء الضارب زيدا أجب بو ماضي بو قيد أمسي لك الله أمسي بو حال بدلي جاء الضارب زيدا الآن أو غدا بو استقبالا جاء الضارب زيدا غدا وذلك مش توجيه كيتي لأن هذه موصولة أم الألي موصولة بس ألي تعرفني أم الألي موصولة أم ألي تعرفني يعني لتان تيجنسي أم ألا كلا كبعسي بلين اسمي فاعل لك لك داري البي او الالي موصولة او مطلبة جون جون وربقرن لبيرتان نتلا وقعدة زور باشا وضارب حال محل ضرب ان اردت المضية او يضرب ان اردت غيره وضارب كألك الى سلا داتشيد جيدا قريل لجيجي ضرب اقل ما بسل في مازيبو ولا جاي يضرب جاي لقري أجر ما وصل به غير ماضي به غيره أتته بمضي ده غير ماضي ده بيت اسم فاعله ده بيت عفو حال استقبال زرباش والفاعل يوقف والفعل يعمل في جمل حالاتي ده فعل لها حالتي لم حاطنا ده عمل لك بمعنى ماضية غير ماضية فكذا ما حل محله هر شيء كشكل جي ما فعل دا دانش قراري جل هي محدثة هو فعل هر شيء كلا جي فعل قراري جل أيش كاري فعل لك تفاوتيني وقال امرؤ القيسي امرؤ القيس الذي الله القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا باسي باوكي خويك كباوكي خلاصة كلام توصيفي أودك شايك بو حلاحل 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 يعني السيد الشجاع على يا كسيك واقعا لمردان قيوم رؤتا زور قول أبوا أما وصفك خاصي بياوانا بنسبة جنو أما وصف بكار ناجيري كدل خير معد حسبا ونائلة ظاهرا لا هوزي معدا حسب نائل أماني بتاوي معنا بو يعني شرف
حتى وبخششي خوي بو جا اوانيك او شايان كشت اوابو دايت الام جا او بقي كل الشركان كده كدت زورت ساكا اسي ما بس يا ملسق قاتليني الملك عملي كردو الي شي لسرا يعني وكواك قد بيتي الذين قتلوا الملك الحلاحلة أأو وإن كان مجردا منها فإنما يعمل بشرطين أجر اسم فاعل مجرد منها لألها أبو ألت يتاني عمل لك بدو شرط عمل لك يعني عمل منصوب يعني قزي أوي بيويستا بو أوي درز به اسم فاعل عمل لمفعول دابك أم دو شرطة بيويستا با بيتشواني عمل كدني لمرفعول أو دو شرطة ناون لواقيدا أحدهما أن يكون بمعنى الحالي أو الاستقبالي يشيان لو دو شرطة نوية كبمعنى حال بمعنى استقبال بمشرطيشان لا بمعنى المضي بمعنى ماضي نبيت وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء أمسيانا مخالفتي كان كدوا مخالفتي جمهور علماء كدوا كسائي مشخصة هشام ابن مضاء أمانا دون فرن لكوفيا كان كهشام بهشام الضرير ناوي در كدوا شاقر دي كسائي جبوا أمان إجازان داو إعماله بو اسم فعل ستوا إجازة عمل كدني اسم فعل يعني كان من الماضي كاتك أمانا ماضي بيت واستدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد بالوصيد بلى أمان إجازان آوى داوى كتوي هنا إسلالي يعني كلها بم آتا وصيد دهاني غاركة ذلكي بلين بقولي خومان غاركة ريد كلا ريد دره و دياره مثلا او دركي غارك او بيلان وصيد خايب رودگار وقت بحثي او كومله گنجدك كا او چون له وصق كان باسط زراعيه دو دستكي پانكر دو توانه هل هسكه بقول وكو دموله دو دستكاني دينته پيش و چمكه كاني جون بلاو دكا توانه اتل امجا لي دموله طلو وصقه كان راي خستو بلاوي كدو توان دو دستكي بالوصيدي لدمي غارة كده زور بچه امان كتو يانا بدليلي او جريانك جريانك اللي قزشت دارو داوا مازي قطعا ديك مازيشا بمحال وزقشة وزراعي تلي كدو منصوب كدو زور تشك بلان بو أجيب جواب دراوتواني ككاكا أو جواب دراوتواني بأن ذلك على إرادة حكاية الحالي أو ذلك أو كا ليردا باسط عملي كردوا وماضي شجريانك بابا أو على إرادة حكاية أما ما بس بي حكاية حالة سر قزشتك كتواوبوا قزراوا أتو دي جريواني واي تصوير دا شاشي وهق اويك ا استشتك ابو بيت ام بيرنس بيرن حكايتي حال لواقع دا حريك العلماء عبارتي كان بو ام حكايتي حال بكار بدوا بلان حمويان اگر تماشي بكي توهني بيقومان دسيتوا دبيتو يشل مثلا ناصر الدين اللقاني افرمي او هيئتك جزرا ولا زماني رابردودا واي ليبكي البليل استدا جزرا يعني وا فرزك كيس جزرا او بيلانسي بيلان حكايتي حال شارحي مفصل اندلسي كزناي كي زور زور غوربوا اوي كذا متكلم خوي واد ابنك اصلا لو زمانه دا كفعلك روداوا لو زمانه ابوه يا بعبارة شكا اويك وا غزراوا وفرسكا استي واقع دبي وبتواني بصيغيك تعبيري لبداته كصيغه كربتي بصيغي غزشتها نبيت
اما عبارت بلان جنابي رضي الله جار الله زمخشري قتويتي وباشيشي قتوا معناه حكاية حال اهويا كفرز بكري او فعل مازيه أستل حارق سكردنا كواقع أو فعل مازية أو رودا وكلا جوزش تدارو داوا وفرس كيك أستك تول حالة تقصد أستش تك رودا دا بوي تامو تيجي كي تايبتي بي بو مخاطبة كت مثلا لقرآن دا نمنشت وما نزوره خيقة فلم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أيوانيا فلما تقتلون أو بودكوجن بيغمبراني خلال لو بيش أو وقتك باسي جولك دكا أو باسي عندك ديبو بيغمبران دكوجن تخو كشتويانن كشتويانن فعلك فعلك الشنيعة انتقالي أداء لقزشتوكا قتل بيغمبران رويدا او بو استي تاولي جا ام كارا لفعل كادك يعني لجران كادك كجران كان ماضي بشتي غريب به وك اوكتو حاضري كي بهني بندمي مخاطبكت وبوي تسير تششي بو اوي ليس رسام ببيت مثلا مثال دينت وزمخشري بزلات تولي رايت الاسد شاركم دي دي كديمتي فأخذ السيف فأقتله. أدلة وكويا بجيب له أخذت السيف فقتلته فأخذ السيف. شمشارك حال ده قلمو إيكوجن. يعني ديني أو جريانة كلا جوزش تعرو دوا انتقال ددي بو استيبو مخاطبة كت. أو بين حكاية حال. يعني اشتكى جوزراوا كجوزراوا تو استيدي جريانة. شتكا گوزشتیا بلان تو دینی است بحثی دکی او پرنسی ونا حکایت حال جاب خوشی دلر الا تراها ان المضارع يصح وقوعنا دروست لم شو ندا مضارع دابني تقول وكلبهم يبسط ذراعيه دتواني وابلي وكلبهم يبسط ذراعيه تاولي جا امجا كوادلي بس دليل ويدل على ارادتي حكاية الحال أن الجملة حالية والواو واو الحالي أوش كدلال لك على سلوي كحكاية حال ما بصله لدى جملة كي وكلم مصر عجل سيد جملة كجملة حالية كمتلاو خبرة أو واو وكلم واو حالية أما لا يك ولا يدوم يعني بس حال ما بصر شون كلا زماني حال دا درست حال حالتي كي مخصوصي خوي هي بلان حل زمان جدا أصل أويك بحال نظيبة بزمان حال أما لا يقل أجوم وقول سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ونقلي ولم يقل وقلبناهم آخر لألم أعتداك أخوي جورا باسي أم كومالا جنجدك آخر خو أجتو أما إيراد لك يساي أجتو بيني أما يليق ودي بلاي والله باسي تنطرتي بجوزشتي ودي وواش درهاتوا أخدي خو أها علي خوي جورا فرميت ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم دوية أول شيء بماضي بقولها بس هذا لا وترشح مصيدة طلعت تزار عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من جاء أم جاء إذا ما كذا لو تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نال وقلبناهم دلا إما وريان دجيرينو بلا راسة وبلا يتبا أمدل وكلبهم باسط زراعه بالوسط إتدي ديدويا أجر باسط ما بس في ماضي بلا بكتايا وتحسبهم إيقاظا وهم رقود وقلبناهم ذات اليمين وذات الشمالي أجا أوي بكتايا مدعاكي كسائي جي خوي دبو كباسط بمعنى ماضي بيت دي بلان وقتها وقلبناهم ينقوتو هلا صيغي مزارع استفادة ذكا ديارة درس صحيح كباسط بل جريانك جريان ماضية بلان ليرك ندا ما بس بحالة بدود لبدليلي ونقلبهم وبدليلي وش كجملي وباس وكلبهم باسط زراعي جملة حالية دليل جملة حالية جدا أصل أويك زماني حال لحاز بكريت
اش او اش تو ثاني ما شرط يا والله شرط دومتي شرط دوم ده فرمي ان يعتمد على نفي اي استفهام او مخبر عنه او موصوف البته استفهام نفي مخبر عنه هو موصوفه موصوله ذي الحاله شرط دانا بل انا بدي انك نكتون او انك شمنهن اعتماد يعني بال داد بيك لمعنى بال داد معنى يعني لفرد اسم فاعلك او نفي بيد يا استفهام بو يا مبتدا بو يا موصوف او بيضلا اعتماد داو وكو امبلم تولى شوين كدانشا كلا بشتو بشتي ببيت او تولو كاتيا كدانشتي بال بشتي كوليلي تو اعتماد داو تسر بشتيك يعني ام اسم فاعل وقت عملي نصببك اصلك او اشهد تقي او تكيدا تسرش الوانيا مثال النفي قوله خالي لي ما واف بعهدي أنتما أو بيش اللباب مبتدا داخل من فأنتما فاعل بواف بو لاعتماده على النفي كما نفيك كما وافنها واف اسم فاعلك ماك ما ينفي أنتما أو فاعلك يتي مثال استفهام قوله أقاطن قوم سلمى أمنا ووضعنا أو شمن هاللباب مبتدا داخل من قاطن عملي كدوال لقوم دا با توجبه كتاكيدا و تسر تسر حمزك بلام ليره دا دكره إلا دا يوجد واقعا كأم اعتمادا دكره بيك جور چاكي وغنى إلا دا جيره دكره اعتمادا كا بو عملي نصبش بي بو عملي رفعش بيت هرچن او قصش هيا كأم دو شرطة فقط بو عملي نصبه اينا بو عملي رفعه هیچ کامی کی نیست. او قسمان هی بلن، او قسم دوباره هر هی بو عملی رفع اعتماد کی دوی، بلا حالو استقبال کی نیست. او شتی ولی نیست. و مثال اعتمادی علی المخبر عنه قول تعالى ان الله بالغ امره. ام ان الله بالغ امره دودان قرائتی تدایا ظاهر قرائتی چن ای جمهور او جوری چیکه او قرائتش که اما با قرائتی حفص لعاصمة وأي خوالين و أو جوريتشكا قراءتي أو آياتك آياتي بلين بله آياتي سيلة سوري طلاق ده قراءتي حفص لعاصم إن الله بالغ أمره زورتك بإضافة كدني الحمد لله رب العالمين بإذا فكرتني اسم فاعلك كبالغ برو منصوبك كأمر فاعلي بالغ هو يراجع ولفظ جلاله ولفظ الله أو قراءتي حفص العاصم بلا قراءتي ششكانك لقراء السبع بتنوين إن الله بالغ أمره بالغ أمره أبي إضافة بلا قراءتي عاصم كلا حفص ونقل كلاوة كحفص اللي هو ينقل كلاوة لعاصم ونقل كلاوة بالغو ببيت تنوين هدو لهدو قراءة كده بالغ مرفوع منتهى قراءة جمع ده بتنوين ويا لقراءة عاصم ده بيت تنوين زور بجيه ومثال اعتمادي على الموصوف دولي ركانة ده بالغ عملي كدوة ما تكيد لا تسد مخبر عنه كالله دروس اسم مبتداني اما بيش داخل بوني ان مبتدا بو مثال اعتماده على الموصوف ومثال وش كاعتماد لا تسد موصوف قوله كما ارتب رجل ضارب زيدا كولير دا ضارب بات وجوه كتكيد لا تسد رجل كموصوف كيا عملي خوي كجو قول الشاعر يا شاعر دلتي اني حلفت برافعين اكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزمي أي بقوم رافعين أو كذا إني حلفت برافعين أكفهم رافعين أكفهم تاوليتي أو كليرا كندا بله كدبيني كعملي كدوا رافعين وبلان هيتش كامل لواني كباسي كلا بيشيوانيا إشارته كي دروس من بيدا دا على أي بقول رافعين يعني موصوفة كمحذوفة بس أجر اسم فاعل اعتمادي دا سر موصوف بال لفظ جدان به خلي إشكالي تدانية بال تقدير دا به هيتش شيء كمان
أو شو. وباشان وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك. جناب أخفش بيوايا اسم فاعل عمل لي خويدك با اعتماد جندات السيد كامل معنا باش واستدل بقوله جناب أخفش دليلك أم قولي شاعرة كشاعر دلتي خبير بنو لهب فلا تكم الغيار مقاولة لهبي إذا الطير مرتي معنى الشاركة أوي كذا بنو لهب ككو ملكن أقادار بزجري تير زجري تير جوريك وكالناو عربدا عادتك بو مثلا كاريك ينكردوك بالندك هل بفره لبالندك كهل فره وبلاي راستي تلفا هل فري بي كتوانا او كاربك وإشكالي تاني يعني بلاي تشبيا هل فري بي قد بيتين او كتوانا او كارك كاريكي دروزنيو خطرناك نيكي تشاشد ودروز دوي العواقع ده ازور تشاك جا دلي دلي عرزي برادري خومكم قضيك اويا كليرا ده شاعر جار معناك يباتاو كم دلي بنو لهب اقادارن لم قزي زجري تيدا حلف راندني بالندك دي فلا تكو ملغية اقل وقت جا قزيك اوايا اتر فلا تكو ملغية مقالة اللي بنزة الطير ومرت وقت بالندك حلفري وروجت وقت جريان اوايا اوان اقادارن لوشتا وقت بالندك مرولي كرت وكسي يقول لبنو اللي هبتو يقول كاكشتك آوا دبي يا آوا دبي يا بخير تو دبي يا البشر تو دبي يعني تو فلا تكون ملغي مقالته تو أو مقالة أو آغاي له بيا ويان لكي بلغوي نزاني يعني نالي ذات الله وهيتشا بو چونك أمان لو اشتدى سرشتان هي أم شعر باسي آداب ونريتك دكا لآداب ونريتكاني زماني جاهلية لها جاء أنت علي ركان دا جنابي أخفش آوى توجه وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير مع أن خبيرا لم يعتمد آه لقل أودايا كبالي بنو لهب فاعل خبير كخبير الله صفة مشبهة يتونك برق لزانان صفة مشبهة اسم فاعل هر بيك دادن هر بيك شوخي وش من هي يعني چونك شرايط يكي زور مشابهي يكي يعني اكثرا لبنا يكا دان هنا اول يرى كان دا ديكا كبرا فاعل بو خبيرو مع ان خبيرا لم يعتمد لقلوشا خبير هيج اعتمادكي نداوة جا انجل ليرى كان دا مطلب يكا هيا اوش اوه يكا باس ما كلا بيشتر اشارت ما بيدا بيام خوش ليرى دا تكميلي كين كشيخ ياسينش إلى دقريب إلى دقريب يشتان عرز دكم قاضي زكريا أنصاري برحمة الله بفرمي بوشيدنا بك أم وصفة لم شردا عملي لا مرفوع نكد وهل وكو إرسابومتن لوش يعني قاتل قوم سلمان ليجدا يا ما في ما وافين بعهدي أنتما لو سيشاردا دقيقا عملي لا منصوب نكد وجزراء ك أم دو شرطة بمعنى حال بون يا استقبال بون واعتماد دان السريك لمعنى بو عمل كدن لفاعل لمفعول له كمنصوب به أما بو عمل كدن لإسم مرفوع ده شرط اعتمادي بيزنية جاء أما أصلك أوايا كتير يرد أن خيوي هنا وك بو عمل رفعش وادر ذكي بيوابي دبي اعتماد فيز به جا شاهد مصنف واتي ابن هشام لم تبدا اوي بيوابه كاعتماد شرط اعتماد بيويسا بو عمل اسم فاعل بمطلقي شم مفعول منصوب ك شم مفعول نبي ولازم به حرف فاعل مرفوع ك بلام لمغني ده لبابي مبتدا وخبر ده يعني مجوزاتي مصوغاتي ابتداء بنكره لويدا اشتكي هذا وشي نتاني ده فرمي اصل اويا او دو شرطة شرط اعتماد يك شرط بمعنى حال واستقبال بو عمل كردني اسم فعل منصوب دايا
وبو بقية هيت شرطيك من لازم منيا جام جام جنابي شيخ ياسين برحمد به ايش ابو جوره افرمي كأم بيت لم بيت دا وصف كمان فقد مرفوعي هيا اگر بقصي اخفش به خو منصوبي نيا زرتك هر اويه كده فرمي واقو ما اندسي كمصنف لرده بيوابت كشرطي اعتماد بيسه بو اسم فاعل تش مفعولي به شهر فقط فاعلي ببيت بلا موكو بحث ما كل مغني دا بيتواني ام قصي قصد كاتواني او تان لبير نجد جا ام جا بلا مو اجيب جواب دلاوة تواني بأننا نحمله على التقديم والتأخير اما امشي على خبير بني لهبنا حملي اكينا سر يعني بنو لهبين او حمل لكينا سر تقديم وتأخير شون دلين فبنو لهبين مبتدأ وخبير خبره بنو لهب مبتدا ومؤخر خبير خبره مقدم خبيره جاءته بخبر مبتدا كبنو لهب بلا مرد امش رد دريته بشي رد دريته امش مطلبك امش مطلبك كايش اوي كبلا بانه لا يخبر بالمفرد عن الجمع او طيب لين بنو لهب مبتدا وخبر خبرك ياتي خبر بمفرد نادري كخبيرة لجمعك كوكو بنو لهبين به دبي چون كخبير اللي ردا مشتقة دبي مطابقة بك لقل مبتداك كأويش جمع بلا دفرمتي وأجيب بأن فعيلا آخر قد يستعمل للجماعة وزن فاعل بو جمعش بكار دجيري بو مفردش بكار دجيري بو مسناش بكار دجيري وكما تك قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير ألي ركان دا أقر تماشات كلبي ها والملائكة بعد ذلك ظهير ملائكة مبتدايا ظهيرون چه خبركيتي ودكري آوة توجيبك إن أوكاتا كبدليل أوي ملائكة ملائكة يعني أجر تماشاب كين أم آيات لسورة بلى ظاهرا تحريم دايا بلى لسورة تحريم دايا يق نكتي لي برداش دكري زور جالبة كاستي دم هوي إشارتي كيف يبدم لخزمة تاندا يق لحظة أقل لين بيستن دم هوي مطلبك جالبة بوخوي أوا باسي جناني بيغمبر عليها الصلوات رضي الله عنهن علي وإن تظاهر عليه آتك وإن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة وذلك زهير أمانة أما هم مبتدا زهيرون لبيت سيدي بيتا خبرك جول لي جا ام جا عرضي بلاي خوما كم ام زهيرون كليرا دا اعوا بوتا خبر بتانيا كلا حالا كم مطابقين كدوا لقل اواني بيشو كما دايك بخوي وق اسم جنز واو معنى جمعي تدا واواني بيشو شدتنا وصري بله دم هوي أم نكتب لهم كأيش أويا لبر أوي لمعنى دا أمانة وكو يقدا دندرين بويا بلفزك كمفردة تعبيري لدندرته بلا بلا فقط او اشتاشي ليدي جيدي كاليرا دا اشارتي بيانا كلاوا زرتك لبر او امانا اللواقع دا وكو يكشد دادن درين اشكالي تدانيا كبام جتك وك مفرد وابي خبري دا بدري لشاركش داهر ويا اقابلين بنو لهبين خبيرون دي بنو لهبين حمو بيك دانا دادن درين
وقت بيك دادندري هيش كاليتي دا نابل لواقع دا كخبرك تبي مفرد به أماش توجيهي شكا غيري وتوجيهي واو توجيهي كاش كهبو أو بو كبلين خبير وزهير نوعك كلاس وزني فعيلا نوعك ماستر بن دي نوعك ماستر بن إشكالي تدا نابي وكاتي كبلين ماستر بو هم مشتك بكاد دجري هم بو مفرد هم بو مصنع هم بو جمع وحتى بو مذكر مؤنث شبكة دجيري زرتك نخوة وكارين خدا توفيق مهم لا يقدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.